السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله العليم الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحجة البالغة وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى عليه الله وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أما بعد فيا أيها المؤمنون قرأنا جميعا وسمعنا في رمضان كتاب الله فمنا من ختم الختمة ومنا من ختم الختمتين والثلاثة والأربع ومما علمنا القرآن في رمضان قضية لاحظتها واضحة وضوح الشمس في كافة آيات القرآن والعلم عند الله أنها هي القضية المحورية التي يدور عليها كتاب الله وهي القضية التي كان النزاع فيها بين الأنبياء عليهم السلام وأعدائهم بين المؤمن والكافر والبر والفاجر والمؤمن والمنافق ونحن موجودون في هذه الدنيا وفي هذه الحياة القصيرة لنختبر في هذه القضية فمن الناس من يعلق في شركها ولا يستطيع تجاوزها ومن الناس من يتجاوز هذا الأمر إلى الله القضية أيها المؤمنون هي التسليم التام لأمر الله شرعاً وقدراً فإذا بلغه أمر الله الشرعي أعني الأمر في القرآن والحديث بأن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا سلم لأمر الله ولم يعارضه بعقله ولا بذوقه ولا بعادات مجتمعه وإذا بلغه ووقع عليه قدر الله سلم لقدر الله راضياً
مسلما أمره لله دون جزع ولا تشك ولا سخط. تلكم القضية هي القضية المحورية في وجودنا في هذه الحياة. فإذا أخذنا النموذج الأول زمنيا وهو نموذج آدم وإبليس، وقد ذكره الله في القرآن عدة مرار، وإذا تكرر الأمر في القرآن فالأمر جليل وعظيم، فليس التكرار عبثا. سنجد أن مشكلة إبليس لم تكن مشكلة معرفية، فلم يكن جاهلا، فهو يعرف العبادة تماما ويعرف الله ويعرف عظمة الله، إلا أن مشكلته كانت عدم التسليم لأمر الله. وما الذي دفعه إلى عدم التسليم؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكل أمر سأذكره أيها الأحبة في هذه الخطبة من أمر الشيطان أو من سيتبعه كما سيأتي، ينبغي أن نتتبعه في قلوبنا وننتبه، هل هذا الأمر موجود لدي أو لديك؟ فنحذر منه لكي لا نكون غير مسلمين. فالشيطان صرفه عن التسليم لأمر الله الأنا المتضخمة في صدره، أنا خير منه، كيف أسجد له وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا بدأت أول قصة عصيان وكفر في الأرض، سببها تضخم الأنا. ثم النموذج الثاني في كتاب الله، وقد تكرر مرارا لا سيما في السور المدنية كالبقرة والنساء والمائدة ونحوها، وهو نموذج بني إسرائيل. لم تتكرر قصة في القرآن كما تكررت قصة نبي الله موسى عليه السلام مع قومه، أعني من الأنبياء السابقين. بنو إسرائيل كانوا من أعلم الناس، وهبهم الله العلم، وهبهم الله كثيرا من الرزق ونحو ذلك، فلم تكن مخالفتهم لأمر الله بسبب معرفي، وإنما كان السبب الكبر الذي في نفوسهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يأتيهم أمر الله فلا يسلمون، إما العصيان المباشر أو الجدل المتعب والمزني لنبي الله موسى عليه السلام، ثم الاستجابة على كره ومضض كما في قصة البقرة. ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا، مع أن الله أمرهم بأمر يسير، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكنهم لم يفعلوا للكبر الذي في نفوسهم الذي يدفعهم إلى المجادلة وعدم التسليم لأمر الله. النموذج الثالث الذي تكرر في كتاب الله، أعني النموذج السلبي في معارضة أمر الله، وهو نموذج المشركين. المشركين من غير أهل الكتاب، كحال مشركي مكة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأمثاله. والمشركون يمكن أن نقسمهم إلى قسمين في عدم التسليم لأمر الله: القادة والرؤساء كأبي جهل وأبي لهب، ومشكلتهم حب الرئاسة. لقد علموا أن القرآن حق، وأن البعث حق، وأن الدين حق، ولكنهم أدركوا أنهم إذا أسلموا وأسلم أهل مكة ستضيع رياساتهم ومناصبهم، إذ كانوا يستذلون الناس ويستعبدونهم عن طريق الأصنام، يستعبدون الناس عن طريق الأصنام وبواسطتهم. فعلموا أن الإسلام ينزع الرئاسات الباطلة وينزع الطغيان ويدع الذل فقط لله وحده دون سواه، فآثروا أن يحاربوا الإسلام إلى آخر لحظة. وقد صرح أبو جهل بهذا صراحة تامة، وأن الأمر مجرد تفاخر وتكاثر ومن الرئيس، وليس الأمر حق وباطل. هذا من جهة الرؤساء. أما مشكلة المشركين الأتباع فمشكلتهم التقليد الأعمى، كما قال الله في القرآن:
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. استطاع أبو جهل وأعوانه أن يغلقوا عقول الأتباع فلا يستطيع أن يستمعوا لحق ولا لحجة ولا لبينة، وإنما إنا وجدنا آباءنا على أمة. فهذا دين العادات، دين الموروثات، وجدت أبي يفعل ففعلت، رأيت الناس يفعلون ففعلت. وهذا دائما لا يقبل موعظة ولا يستفيد من نصيحة، لأنه أغلق موارد الانتفاع التي آتاه الله إياها. ولذلك يقول الله عنهم في القرآن: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كمثل الأنعام صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالموارد التي آتاهم الله إياها لينتفعوا ليبحثوا عن الحقيقة لم يستخدموها وأغلقوها بسبب التقليد. والنموذج الرابع أيها المؤمنون، وهو من أخطر النماذج التي ينبغي أن يحذرها المؤمن لأنها في الصف المؤمن وفي داخل البلد المسلم، وهم المنافقون. ولا تكاد تخلو سورة مدنية من ذكر المنافقين لعظيم خطرهم ولظهوره في المدينة. أما المنافقون فعدم تسليمهم لأمر الله تبارك وتعالى إنما هو ناشئ من اتباع الهوى. فالمنافق يأخذ الدين وفق مصالحه الدنيوية، فإن تحققت له مصلحته الدنيوية اتبع الدين وسلم لله، وإن خالف الدين هواه أو ضيع عليه مصلحة عاجلة خالف أمر الله مباشرة. وقد ذكر الله هذه الصورة في عدة مواضع من كتابه. فخذ مثلا موقف الأعراب حين يؤمنون، أو موقف أكثرهم، والأصل في الأعراب أنهم أشد كفرا ونفاقا. كانوا يأتون إلى المدينة فيظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام اختبارا لله، فيقولون: إن كثرت أموالنا أنتجت أغنامنا وسلم أولادنا فهذا دين صالح، وإن حصل نقص في أموالنا أو في أولادنا ونحو ذلك فهذا دين سوء، فيتركون. قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا موقف كثير من الأعراب، وسجله الله تبارك وتعالى في القرآن. أما فيما يخص عبد الله بن أبي وأتباعه داخل المدينة فإن الأمر كذلك، فإنهم يتربصون بالمؤمنين وينظرون في كل حالة ما المصلحة الدنيوية التي سيحصدونها في هذه الحالة. فإن كانت المصلحة الدنيوية تبعا لاتباعهم للمؤمنين فعلوا، وإن كانت مع الكافرين فعلوا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، يعني من المنافقين لا يشاركون في الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله، يعني النصر، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لا يقصد الفوز بالثواب والأجر، فالمنافق لا يفكر أبدا في الآخرة ولا يفكر في الله أصلا، وإنما يفكر في الغنيمة والمكسب المادي الذي حصل للمؤمنين. ويقول الله في سورة النساء مسجلا كذلك موقف المنافقين: الذين يتربصون بكم، يأخذون دور الحياد بين المؤمنين وبين الكفار، فإن الذين يتربصون بكم فينظرون إذا انتصر المؤمنون قالوا: عواطفنا معكم وكنا معكم، ألو ترون فعلنا كذا وكذا وكذا، وإن انتصر الكافرون قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ألم نناصركم، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. فالمقصود أن المنافق دائما لا يسلم لأمر الله إطلاقا، وإنما ينظر ما الذي تهواه نفسه وما المصلحة العاجلة التي ستتحقق فيتبعها أيا كانت القضية. وإلا فإن عبد الله بن أبي وأتباع يعلمون جيدا
أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وأن القرآن حق، إذ هم عرب أقحاح ويفهمون القرآن ويعرفون مستوى البلاغة القرآنية، لكن المصلحة العاجلة آثرت أو حجزت بينهم وبين التسليم لأمر الله. هذه أربعة نماذج في كتاب الله تكررت مرارا، والجامع بين هذه النماذج الشيطان، بني إسرائيل، المشركين، المنافقين، الجامع بينهم عدم التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا انتقلنا أيها المؤمنون إلى النموذج الإيجابي، فلنختر على سبيل المثال نموذج الخليل إبراهيم عليه السلام. في القرآن لا نجد أن الله سمى أحدا خليلا إلا إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة. فكيف بلغ الخليل إبراهيم عليه السلام تلك المنزلة العالية عند الله؟ هل كان مثلا أكثر صلاة أو أكثر عبادة أو أكثر صياما أو ماذا؟ لو تأملنا مثلا في سورة الصافات وانتقينا مشهدا من مشاهد حياة الخليل عليه السلام لربما فهمنا لماذا كان إبراهيم عليه السلام خليل الله. يقول: فلما بلغ معه السعي، حين يحرم إنسان من الولد سنين عددا، ثم إذا بلغ به الكبر عتيا أرزق بالغلام، فإن تعلقه بالغلام يكون عظيما وشديدا. فلما كبر الغلام بحيث أصبح ينتفع به والوالد يفخر به ويستعين به في حوائجه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. السؤال الآن: ما الفائدة من ذبح إسماعيل عليه السلام؟ لا يوجد أي مصلحة دنيوية عاجلة، سيخسر ولده، سيصاب بالحزن طيلة حياته، سيخسر المنافع التي كان ابنه يعين عليها، فلا يوجد أي مصلحة دنيوية من التسليم لأمر الله في ذلك. فماذا قال إسماعيل عليه السلام؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، يعني استسلم لأمر الله الأب والابن، فلما أسلم وتله للجبين، وضع وجهه على الأرض حتى لا يراه فيرق له، فلما أسلم تحقق المقصود. كان المقصود اختبار وابتلاء التسليم في نفس الخليل عليه السلام، وأن يكون الله في قلب الخليل أعظم من كل أحد ولو كان الابن الذي رزقه على كبر. فلما تحققت الغاية لم يعد لتنفيذ الذبح معنى، وفديناه بذبح عظيم. فليست القضية في الذبح، وإنما القضية في التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا انتقلنا إلى ثاني الخليلين وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في السنة أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأخذنا موقفا من أوجع المواقف في حياته، وهو موقفه في الطائف. موقفه في الطائف من أسوأ المواقف التي تعرض عليها عليه الصلاة والسلام. خرج من مكة حزينا إذ كذبه سادة القوم ولم يتيحوا له مواصلة دعوته، فذهب إلى الطائف لعله يجد أحدا يستمع إليه وينصر دعوته. فوجد ثلاثة من زعماء القوم، قال أحدهم: لئن كان الله أرسلك فنحن شر من الحمير. وقال الآخر: لئن كنت نبيا لأمزقن ثياب الكعبة. وقال الثالث: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ فطلب منهم أن يسكتوا وأن يخلوا بينه وبين الناس ليتكلم معهم، فإن قبلوا فذاك ونعمة، وإلا فقد بلغ رسالة الله. فأبوا وحرضوا الناس، فانقسم الناس تقريبا آنذاك إلى فريقين: فريق يسب ويشتم، وفريق يرميه عليه الصلاة والسلام بالحجارة، حتى أخرجوه من الطائف حزين القلب مدمي القدم، أقصد تقطر قدمه دما من آثار الحجارة والقذف بالحجارة من أهل الطائف. لاحظوا هذا الموقف،
ثم لم يستفق، لاحظوا من شدة الهم، إلا وهو قريب من مكة. فجاءه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال يستأذن، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، ومكة واد بين الأخشبين بين الجبلين، فلو أطبق الجبلان هلك أهل مكة، والناس آنذاك إنما سكناهم حول الكعبة، لم يكونوا بعيدا، حتى مقبرة المعلاه لمن يعرفها بعيدة آنذاك، فلو أطبق عليهم الجبلين لانتهى أبو جهل ولانتهى المشركون. لاحظوا هذا الموقف الذي كان يمكن فيه أن يكون الانتصار للنفس والانتقام للنفس، ومع ذلك آثر النبي عليه الصلاة والسلام هداية الناس على هلاكهم. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فرأينا بعد ذلك عكرمة ابن أبي جهل وخالد ابن الوليد ابن المغيرة وهكذا، فخرج أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هنا تأملوا الدعاء الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف الذي هو يكاد يكون من أوجع المواقف بعد أحد، الموقف العجيب الذي دعا فيه ذلك الدعاء العظيم، قال في ضمنه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فكانت قضيته الكبرى رضا الله وسخط الله، أن يسلم من سخط الله وأن يفوز برضا الله، ولم تكن قضيته نفسه أو الدماء التي تسير منه أو الألم النفسي الذي سببه له أهل الطائف. صحابته الكرام كانوا يعيشون معه ويرون هذا النموذج الباهر في التسليم لأمر الله فكانوا كذلك. ولنختر نموذج الأحزاب، نموذج الأحزاب الذي كان من أشد المواقف صعوبة على المؤمنين، إذ في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة لم تكن القضية مع عدو واحد، فلدينا عدو من مكة مشركي قريش، ولدينا عدو من نجد قبائل غطفان، ولدينا اليهود من الخلف يهود بني قريظة، ولدينا المنافقين في قلب المدينة، أربعة أعداء. كاد أهل المدينة أن يفنوا عن آخرهم، كادوا أن يهلكوا لو قدر أن المشركين دخلوا إلى المدينة والأحزاب بشكل عام. فماذا كان موقف المؤمنين وماذا كان موقف المنافقين في الأحزاب؟ المنافقون طبعا كان هناك خوف وكان هناك جوع وكان هناك برد، فالمنافقون يقولون لبعضهم: محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، يعني من الخوف. قال الله مسجلا هذا الكلام: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني وعد غير صادق، لأنهم خسروا المصالح الدنيوية وشعروا بالخوف والجوع والبرد. فماذا كان موقف المؤمنين وهم يتعرضون لذات الجوع وذات الخوف وذات البرد؟ قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنا القضية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني قتل أو مات، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. فهذا نموذج عال استطاع أن يسلم لأمر الله في السراء والضراء، فيما يحب وفيما يكره، وبذلك استحقوا فضلا من الله رضوان الله، كما رضي الله عنهم في الحديبية وصرح لهم بذلك وهم أحياء: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.
أما بعد، فيا أيها المؤمنون، حين يسلم العبد لأمر الله شرعا وقدرا ظاهرا وباطنا يفوز بالحياة الطيبة في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة تعني الرضا، فإن المؤمن والكافر ربما يفتقر وربما يمرض وأكيد أنه سيموت، فكل يتعرض للبلاء. القضية في الرضا، في التعامل مع ما يحل بك. فمن رضي عن الله وعن شرع الله وعن قدر الله أرضاه الله في الدنيا فأذاقه الحياة الطيبة. ولذلك تأملوا في العباد، من رضي عن الله فهو من أرغد الناس عيشا، ومن تسخط واعترض فهو من أشد الناس بؤسا مهما ملك من متاع الدنيا، لأن علته في قلبه في الاعتراض على أمر الله، كما في حال سبأ، فإن الله آتاهم جنانا وبلادا فيها خيرات كما سجل ذلك في القرآن، وجعل في أسفارهم قرى متقاربة بحيث لا ينقطع بهم السفر، فما يخرجون من قرية إلا ويجدون قرية أخرى فيتزودون بالطعام والشراب. ولكنهم ظلموا أنفسهم، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فالقضية أيها المؤمنون أن من سلم لأمر الله ارتاح قلبه، هذا من جانب القدر، هذا في جانب القدر، ورضي عن الله ولقي الله بنفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، كما رضيت عنا في الدنيا نرضيك في الدنيا وفي البرزخ وعند الخاتمة وفي الآخرة. وهو راض عن الله في شرعه، فلا يعترض على الله تبارك وتعالى بعقله القاصر أو بعادات أهله أو بعادات بلده أو بموروثاته، بل يتجاوز ذلك كله مسلما لأمر الله، لعلمه أن علم الله وحكمته لا يبلغها أحد، وأن علم الناس كلهم ولو اجتمعوا لن يكون إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقد أراح قلبه وسلم أمره للعليم الذي لا يشوبه جهل، والحكيم الحليم الذي لا يشوبه ولا يشوب علمه وحكمته نقائص البشر. وإذا أردت أن تختبر هذه الفكرة، أعني أنه لماذا أسلم لشرع الله، لماذا لا أسلم لعقلي أو لموروثات مجتمعي، فتأمل في عقلك حينا بعد حين، تأمل في قراراتك قبل 10 سنوات أو 5 سنوات، ثمت أمور فعلتها أنت تضحك عليها اليوم، ثمت أمور فعلها مجتمعك أنت اليوم تضحك من سخفها وتقول أين كانت عقولنا آنذاك. وهكذا فالمؤمن يرتاح ولا يسلم أمره لجاهل مثله ولا لضعيف مثله، وإنما يسلم أمره للعليم القدير الذي وسع كل شيء رحمة وعلما. فمن سلم أمره لله في شرعه ارتاح من الحيرة والاضطراب والتنقل، وكل من خالف أمر الله في علمه أو في عمله ابتلاه الله بالحيرة والاضطراب، فتجده كل يوم في رأي وكل يوم في اتجاه وكل يوم في دين، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهذا مآل من خالف أمر الله، الحيرة والاضطراب، ومآل من سلم لأمر الله في شرعه وقدره الرضا في الدنيا والرضا في القبر والرضا في الآخرة. فإذا دخلنا قبورنا جميعا، أعني من أظهر الإسلام، دع الكافر الآن، من أظهر الإسلام في الدنيا سينقسمون إلى قسمين في قبورهم. 3 أسئلة من أسهل الأسئلة كلنا يعرف جوابها، من ربك، ما دينك، من نبيك، فالمؤمن يجيب. والمنافق الذي أظهر الإيمان يقول ها ها لا أدري، لاحظوا العبارة، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإيمانه ليس إيمانا حقيقيا وإنما هو تقليد للمجتمع. فلنحذر أيها الإخوة من المخالفة عن أمر الله، ولنكن دائما مسلمين لأمر الله، فإذا أخطأنا يمينا وشمالا فلنسلم لله بالتوبة ولا نكابر بعقولنا أو بضغوط مجتمعاتنا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وعلم جاهلنا واهد ضالنا واقض ديوننا. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وارزقنا أنفسا مطمئنة تشتاق إلى لقائك وترضى بقضائك. اللهم نسألك يقينا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم رضنا بقضائك وقنعنا بعطائك وارزقنا الحمد في السراء والضراء. اللهم أنجِ المسلمين المستضعفين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم وآوِ مشرَّتهم. اللهم اجعل لهم من كل همٍ فرجًا ومن كل ضيقٍ مخرجًا ومن كل بلاءٍ عافية. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.